بمناسبة النسبة الغالية منضم ذكرى أول نوفمبر المجيدة اخترنا الفرصة لتدشين 7 مشاريع منها. هو بدأ بالمشروع الذي كان منتظرا في منطقة عين شرايع ببلدية تمالوس، وين كان عندنا أكثر رواق كامل لأكثر من 12,000 نسمة ما يتزوجش بالماء بصفة منتظمة. الآن بإنجاز هذه المحطة التي كلفت حوالي 30 مليون دينار جزائري تمكننا من توزيع تلبية الحاجيات للمواطنين بالمياه الصالحة للشرب.